يوم أنا وبيسان هاي بنتي صغيرة عم نجهز قالب كيك بمناسبة عيد الأم، هي أمها لبيسان والتيتا والتيتا يلي هي بمثابة أمي، وإن شاء الله كل عام. وهاي بنتي رتوجة كمان راح تساعدني طبعا بالشغل، بس بابا مو تروح تخرب الدنيا، ماشي؟ كوني جاهزة معي مشان نشتغل مزبوط. ايه تمام، جاهزة بنشتغل شغل صح، مو تعملي لي خبيصة هلا تطلع خربانة الأكل كله. لازم نعمل حدكم مفاجأة. ايه مفاجأة، الآخرين ما بيعرفون وين بيت جدو، ايه ونحنا هون لحالنا بالبيت. رح نبلش بالشغل، نبلش الشغل. يلا ادعونا ما يحترق معنا قالب الكيك. على فكرة ويزبط نحن سرقناه أصلا من